بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ سادتي. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصبا محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر مضطرب للناس الرقاد فهوموا هي قرحة لو أنها بي لملم فاضت جوانبه وساخ يلملم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلايا به ويضمن ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين
الدين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم من مصر موسى نبي اللطيد والصبط مطرود من سيف الوليد طلع موسى والفضا ظل يقطع محترق قلبه ولكن ويجري مدمعه ما طلع ويا حريم مروعة خايفات من السبا مثل الشهيد والتجى موسى بنبي الله شعيب أمن وقال له جرح قلبك يطيب والتجى بمكة أبو سكينة غريب محتمي بها وآمر بذبحة يزيد لخذوني وياكم جان تدري بتوقع حروب تدرون بي من قبول غنوة أبو الحملات ما هاب الرجاجي شيلون عني ودوركم تبقى خلية ظلمة وبيها ينعبر راب المنية وابقى حليف الحزن ودموعي جرية ما اقدر على الحال يا نسل البهالي قال له الحسين اخي محمد لست مكتوبا معي من الشهداء في كربلاء لذلك استبقيتك هنا قال له ابو السجاد محمد قبر محفوظ الله يا مدموم نبوايا دي كربلة تسيد لابد بطف الغابري يحل زلزال ولازم تخوض خيولنا بدموم للرجال نهار انظل ضحايا فوق الرمال كل عرايا تدوس فوق صدورنا الخير هذا الذي قدر لي الباري وعراده يبقى
محمد والقايا ربي وصاحب الويل قال له شبيت نار بمهجتي وزيدت زيدت همي ليكم يا اخوي الفوز وانا الحزن وانا الحزن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسوله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. هذه واحدة من الخطب التي خطبها الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبين فيها أسباب قيامه وأسباب نهضته وخروجه على حكم بني أمية. السؤال الذي يطرح هل أن الحسين بهذه النهضة بهذه الثورة كان مخططا إليها أم أنها كانت بصورة عفوية بصورة ارتجالية بصورة مفاجئة جاءت بحكم الصدفة جاءت بحكم العوامل؟ لأن يقول الحسين فرضت عليه هذه الثورة فقام بها، عرض بنو أمية البيعة عليه فرفض الحسين، جاءت كتب أهل العراق إلى الحسين تدعوه للنصرة فذهب إلى العراق، حدث ما حدث قتل الحسين، فكلها عوامل دخل فيها عامل الصدفة والارتجال، فلذلك الحسين قام بها. لكن عندما ننظر نظرة تحليلية بسيطة في مجريات ما حدث خلال نهضة الحسين نجد أن الحسين خطط لهذه الثورة منذ أمد بعيد، وعرض بني أمية البيعة على الحسين ورفضه لها ومن ثم مراسلة أهل العراق إلى الحسين، هذه ما هي إلا عوامل عجلت وأسرعت بالقيام بالثورة فقط، ليست هي الأسباب الرئيسية وراء الثورة. الحسين كان يرى الصراع بين الحق والباطل، يرى حق الله الذي ضيع، يرى حق الأمة الإسلامية الذي ضيعه بنو أمية، كان يريد أن ينهض بالأمر لكن وفق مخطط ما يكون الشيء عشوائي. لذلك عندما نأتي إلى العناصر التي تبين أن الحسين خطط لهذه الثورة نجدها على النحو التالي. أولا الحسين اختار التوقيت المناسب للقيام بالثورة، أي ثورة أي حركة أي نشاط يراد القيام به على أي مستوى، على سبيل التغيير على سبيل الإصلاح على سبيل التعليم على أي سبيل، يجب أن يكون حاضرا فيه عنصر التوقيت المناسب. ما يصير أنا أختار توقيت مخالف إلى الواقع وإلا راح أفشل. لذلك عندما تنظر إلى حركة الحسين، الحسين اختار أفضل توقيت لحركته المباركة. الواقع الإسلامي
وحق الله المضيع وحق الأمة الإسلامية كان ضايع من أيام معاوية وليس من أيام يزيد. لكن توقيت إخراج الثورة في زمن معاوية كان سيكون توقيت خاطئ. ليش؟ لأن معاوية ليس كيزيد شتان. معاوية الذي يصفه التاريخ بأنه بعض المؤرخين يكتب عن معاوية يقول كان معاوية صاحب حلم ورأفة وشفقة وصاحب كظم غير. يعني شنو؟ يعني معاوية يستخدم السياسة والخبث، عند جوهر يهتم بالجوهر بالمظهر الخارجي، وإن كان عفوا يهتم بالمظهر ويخفي داخله جوهرا خبيثا. فكان معاوية يسايس. الآن أكو عندنا قضية الآن أذكرها تبين لك الفرق بين يزيد وبين معاوية. السياسة الأبهيشي يذكر قضية يقول كان لعبد الله بن الزبير قطعة أرض فيها عبيد يعملون، بجوار هذه الأرض موجودة قطعة أرض إلى معاوية أيضا فيها عمال وعبيد يعملون إلى معاوية. عبيد معاوية قاموا ودخلوا في الأرض التي فيها عبد الله بن الزبير، يعني استولوا على قطعة من أرض عبد الله بن الزبير. فأرسل عبد الله بن الزبير كتابا إلى معاوية، أما بعد، هذا نص الكتاب كما يقول، أما بعد يا معاوية فإن عمالك قد دخلوا أرضي، فإن لم تنههم عن ذلك كان لي ولك شأن والسلام. خطاب بلغة التهديد من عبد الله بن الزبير إلى من؟ إلى معاوية. استلم معاوية ذلك الكتاب، قرأه، عطاه إلى من؟ إلى يزيد. الآن شوف إشلون الفرق بين سياسة يزيد وسياسة معاوية. قال له انظر إلى هذا الكتاب وأعطني رأيك. إشلون نعالج القضية؟ نظر يزيد إلى ما هو مكتوب ثم قال له أرى أن ترسل له جيشا جرارا يكون مبتدأه عنده ونهايته عندك، يقطعون رأسه ويأتون به إليه. هذا العلاج. فقال له يا بني ليست الأمور تؤخذ كهذه. هذه الكيفية. شوف خبث معاوية ايش سوى. كتب كتابا قال فيه أما بعد فلقد وصلني كتاب ولد حواري رسول الله، على اعتبار أنهم يسمون الزبير حواري النبي، ولن علاقة هذه التسمية. أما بعد فقد وصلني كتاب ولد حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه، وإن الدنيا تعد عندي هينة بجوار رضاه أو في جنب رضاه، وإني قد نزلت عن أرضي فضمها إلى أرضك بما فيها من العبيد والأموال والسلام. شلون العلاج من معاوية؟ ها؟ نقول يقول مسح عليه وأعطاه الأرض بمن فيها. هنا عبد الله بن الزبير كتب كتاب ثاني إلى معاوية. ماذا كتب؟ قال أما بعد فلقد وقفت على كتاب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان أطال الله عمره، ولا أعدمه رأيه الذي أحله من قريش هذا المحل. من خطاب تهديد إلى الآن خطاب مدح إلى معاوية. استلم معاوية الكتاب أعطاه إلى يزيد، قال يا يزيد ما تقول؟ استلم الكتاب وإذا به يتهلل فرحا. فقال له يا يزيد من عفا فقد ساد، ومن حلم فقد ساد، ومن تجاوز فقد استمال القلوب إليه، فإذا ابتليت بمثل هذه الأدواء فداويها بهذا الداء. شايف الفرق بين سياسة معاوية وسياسة يزيد؟ الحسين يقدر يطلع في زمن معاوية؟ لأن معاوية عنده سياسة. معاوية كان يتغطى بأغطية، وإن كان المؤمنون في ذلك الوقت يعرفون معاوية حق المعرفة، يعرفون الأساليب، يعرفون الخبث والدهاء، لكن المشكلة أن فئة شريحة كبيرة وفئة كبيرة من المسلمين عقولها سطحية. وإلى اليوم
معاوية كان يتغطى بغطاء أنه أحد الصحابة أولا. والصحابي عند كثير من المسلمين الصحابي وجود مقدس، ما تقدر تنتقد لأنه صحب النبي، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذه رواية جرونا على النبي مكذوبة طبعا، يعني إذا جيت تقتدي معاوية تهتدي، إذا تقتدي أبو سفيان صحابي تهتدي. هذا اللي يجي يركل قبر الحمزة ويقول قم يا أبا عمار فإن الملك الذي نازعتنا فيه أصبح في أيدينا أيام عثمان. إذا أقتدي بأبو سفيان أهتدي إلى درب الله. ثانيا لو صحابي وصحابي خلفه وحدث، الزبير صحابي، طلحة صحابي، اختلفوا مع علي بن أبي طالب، علي صحابي، خلاف حرب، يجب أن يكون الحق في كفة والباطل في كفة، ما يصير الحق مع الطرفين. ها؟ شلون أقف مع من؟ إذا كان أصحابي كالنجوم بأيهم اقتليتم، ما يصير. لذلك معاوية هذا كان ستار من الستر الذي يختبئ خيفه. بعد معاوية من الأساليب اللي اتخذها لكي يسيطر على العقول، جمع عنده بعض الصحابة، من الصحابة المنحرفين طبعا مو من المستقيمين، لا، جمع عنده واحد مثل أبو هريرة، واحد مثل أنس بن مالك. شنو وظيفتهم؟ جمعهم لكي يضعوا الأحاديث على النبي التي تعطي الشرعية لمعاوية. ويجي أبو هريرة، قال رسول الله إن الله عز وجل ائتمن على الوحي ثلاثة، أنا يعني النبي، أنا وجبرائيل ومعاوية. يعني معاوية صار أمين على وحي الله عز وجل. هذا موضوع الحديث، موضوع الرواية من قبل أبو هريرة. وإذا جوا هؤلاء أهل الشام وشافوا أبو هريرة وهذا صحاب النبي وسمع من النبي ويقول هذا الكلام، إذا الكلام مصدق. يجي غيره، إذا رأيتم الرواية عن النبي طبعا، إذا رأيتم رواية صحيحة معاوية على منبري فاقتلوه. شو يسووا؟ يشيل التاء في كلمة اقتلوه، يشيل التاء وينزل نقطة تحت تصير بدل اقتلوه اقبلوه. إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه، وتتغير الموازين، بدل ما تشيل معاوية من على المنبر تثبته على المنبر. كلها مكذوبة على النبي وقد قيلت بواسطة ألسنة صحابة. على من أساليب معاوية، أساليب معاوية كثيرة. بعد من ضمنها ماذا؟ من ضمنها أن كون لها عظيما أنه كان كاتبا للوحي. يعني قضية مكذوبة. وأنا أجيب لك المستند من أحد كتب علماء السنة، الكاتب محمود أبو ري في كتاب أضواء على السنة المحمدية، يقول قاطع شباب المسلمين معاوية، لأن معاوية بعد يوم الفتح، معاوية طليق من المؤلفة قلوبهم، كان ذاك اليوم شباب معاوية دخل في الإسلام طبعا خوفا من السيف رغبة في الغنائم. شباب المسلمين قاطعوا معاوية، يقول فتوسل أو توسط بعض الصحابة له عند رسول الله. ليش؟ ليعينه كاتبا، فعينه النبي كاتبا فكان يكتب الرسائل إلى الزعماء والرؤساء. أي رسائل يرسلها النبي إلى زعماء القبائل إلى رؤساء الأمصار، هذه الرسائل كان يكتبها معاوية، وإلا معاوية ما كتب الوحي بيده، كانت افتراءات وكذب. فإذا كونت له هذه الهالة أن معاوية كاتب الوحي، أن معاوية خال المؤمنين، لأن أخته تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله، ليش ما تقول محمد بن أبي بكر خال المؤمنين؟ ليش معاوية فقط؟ من وين هذه التسمية؟ كلها تسميات أموية. فلذلك معاوية بهذا الخبث بهذا الدهاء ما يقدر الحسين، ما نقول الحسين ما يقدر، الحسين يستطيع، ولكن لو قام الحسين لا تحقق نهضته في زمن معاوية الصدى الذي حققته في زمن يزيد. لذلك عندما كانت تأتي الرسائل إلى الحسين من أهل الكوفة في زمن معاوية يجيب الحسين عليها، ليكن كل امرئ منكم حلسا من أحلاس بيته ما دام هذا الرجل حيا.
حرص يعني ما يفارق بيته. في اللغة المرء الذي لا يبرح داره. فإن هلك هذا الطاغية وأنتم أحياء، سألنا الله أن يكتب لنا الخيار وأن يرشدنا وأن يؤتينا رشدنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني يقول لهم ترى هالزمن زمن معاوية مو زمن ثورة، صعب، لأن معاوية بخبثة وبدهاء أو بسياسة يستطيع أن يخمد أي صوت أي ثورة. تعال إلى يزيد، يزيد بيّنت لك أمس مساوئ، ضعف من مساوئ يزيد ابن معاوية، ها؟ التجامل بالمعصية، لذلك سهل على أي ثائر يفوت في زمن يزيد بن معاوية. معاوية كان يبطل المعاصي، يبطل الكفر، يظهر الإيمان. يزيد لا، يظهر الكفر، يظهر الفسوق. إذا فهذا العنصر الأول، عنصر التوقيت، أن الحسين لم ينهض بالثورة في زمن معاوية بل نهض بها في زمن يزيد. بعد تخطيط الحسين، العنصر الثاني الذي جعل الحسين يخطط تخطيط ناجح إلى الثورة هو عنصر الإعلام، تحشيد الإعلام الواسع إلى ثورة الحسين. أي ثورة، أي نهضة، أي مشروع، أي شيء، مثل ما قلت لك، أي حركة على كافة المستويات والمجالات المختلفة تحتاج إلى إعلام. إذا كان إعلام مو موجود، هذه عوامل الفشل أو النتائج بالفشل سهلة على أي شيء، على هذه الحركة. لذلك الحسين استعد لهذه الثورة إعلاميا استعداد كبير. أولا عندما دعاه الوليد إلى البيعة قال إنك لا تقبل بالبيعة من مثلي سرا، ولكن إذا دعوت الناس للبيعة وجمعتهم فادعنا معهم. ليش؟ لأن الحسين أمام هذا الجمع يريد أن يعلنها صراحة، مثلي لا يبايع مثله. لكن مروان اللعين استبق الوضع وحدث ما حدث في دار الوليد، فأعلن الحسين الثورة، إن أهل بيت النبوة والرسالة إلى أن قالوا مثلي لا يبايع مثلي. بعد الشواهد اللي تدلل على أن الحسين أراد أن يحشد إعلاميا لهذه الثورة ويبين مظلوميته، عندما أراد الخروج من المدينة ما كان خروج الحسين طبيعي، لا، ذهب وودع قبر جده وقبور الأحبة وودع أهل المدينة وبني هاشم وسار في ضعينة عظيمة يبين أنه مظلوم، أنه خارج لثورة، خارج ضد حكم بني أمية الحسين. مع أنه خرج ليلا ولكن ما خرج خفيا، تقول سكينة سلام الله عليها خرج أبي بنا في ليلة، ما قالت سرا، في ليلة ذات برق ورعد، لكن بحضور أهل المدينة. بعد الحسين اللي يدلل على أنه كان يريد أن يعرف الناس ثورته ونهضته، عندما خرج من المدينة إلى مكة سار على الطريق الأعظم، يعني الطريق العام اللي تمشي عليه كل القوافل كل الناس. قيل له يا أبا عبد الله لو تنكبت الطريق الأعظم لكي لا يلحقك الطلب، يعني اطلع عن هذا الطريق، سير على طريق آخر على غير الجادة، مثل عبد الله بن الزبير، ما تدري الوليد يمكن يرسل لك أحد. وإذا بالحسين يقول والله لا أبرحه حتى يقضي الله ما هو قال. ليش؟ حسين مو طالع لوحده، حسين طالع مع أهل بيته، مع عشيرته، ضعينة عظيمة كبيرة تلفت الأنظار، يسير بها على الطريق العام. فاللي يشوف يسأل لمن الحسين يخرج من المدينة، فيأتيه الجواب الحسين رفض بيعة يزيد. بعد بقاء الحسين في مكة هذا كله إعلام إلى الثورة، أن يدخل مكة في شهر شعبان مع دخول المعتمرين، أن يبقى في شهر رمضان مع دخول المعتكفين، أن يبقى إلى موسم الحج، وتتوارد على مكة من مختلف البقاع كثير من المسلمين يأخذون من الحسين أحكام الشريعة ويلتقون بالحسين ويأخذون مظلومية الحسين ومساوئ بني أمية. هذا إعلام لو مو إعلام؟
يجلس في دار العباس بن عبد المطلب، تلك الدار الكبيرة التي يعرفها كل زوار مكة ويفدون إليها. يلتقم بالحسين في تلك الدار، يكتب الرسائل إلى رؤساء الأخماس، يرسل مسلم بن عقيل وهو في تلك الدار. بعد حتى عندما خرج الحسين من مكة كان خروج إعلامي واسع، لأن خرج في يوم التروية، اليوم اللي الحاج يخرج فيه إلى منى، ذلك اليوم الحسين خرج فيه. وإذا بحشد الناس الذين دخلوا إلى مكة ليحجوا بحج الحسين، وإذا بهم يرونه قد أحل من إحرامه. مصدر غرابة، مصدر عجب، حسين جايين الحج بحجة وإذا به يخرج من الحج، شنو السبب؟ شنو القضية؟ وإذا به أعلن الثورة على بني أمية، هذا إعلام. ويخرج الحسين مع كل أهل قرية يتوقف عندها أو أهل مياه، وإذا به يبث مظلوميته ويبين مساوي يزيد مساوي بني أمية ويبث أهداف الثورة. إني لم أخرج أشيرا ولا بطرا، كلها جوانب إعلامية. هذا ما قبل الواقع، والدور الأبرز ما كان بعد الواقع، بأن أخذ معه النساء والأطفال وزين العابدين، لأن كان لهم دور كبير في بيان الجانب الإعلامي لثورة الحسين. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث والأخير من العناصر اللي تبين أن الحسين خطط لهذه الثورة وأنها لم تكن عشوائية أو مرتجلة، اختيار أنصاره. الآن اللي يريد يقدم على أي مشروع، يريد يسوي أي عمل جماعي، هذا ينتقي أنصاره، ينتقي أصحابه، ينتقي العمال اللي راح يعملون معه، ما يقدر يأخذ أي واحد عشوائي. أنا لما مثلا على سبيل المثال أريد أقيم مشروع تعليمي مثلا في منطقة من المناطق، ما أروح أنتقل من الشارع فلان فلان تعال أعمل معي، أنتقل الصفوة إلا أثق فيهم مثلا، ها؟ أصحاب الجودة، أصحاب العلم. فهذا مثال. لذلك الحسين عندما أراد أن ينهض بهذه الثورة انتقى أصحابه، انتقاهم بطريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة هؤلاء الذين أرسل إليهم الكتب والذين تحاور معهم بصورة مباشرة، مثل حبيب بن مظاهر، حسين أرسل إليه كتابه. زهير بن القين مثلا الحسين نزل إليه وتحاور معه حتى استمع له يا جانب السوق. زهير كان عثماني يبغى أمير المؤمنين، يرى مظلومية عثمان بن عفان، وإذا به يصبح من أنصار الحسين صلى الله عليه وسلم. أن الحسين اختار، وهناك من اختارهم بطريقة غير مباشرة. عندما خطب تلك الخطبة خط الموت على ولد آدم، فقال ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحم معي. يعني اللي يشوف عنده استعداد إلى الفداء، عنده استعداد إلى التضحية، يجي وياي. وبالفعل خرج الحسين من مكة كما تقول مصادر التاريخ بضعين حاشدة عظيمة، وإذا به يمحص أصحابه في الطريق الذين خرجوا، يسوي لهم تصفية، حتى بقيوا في الليلة العاشرة صفى على 72 رجل فقط، هم صفة الخلق في ذلك اليوم. لذلك انتقى أصحاب الحسين، هذا عامل مهم. لذلك نجد أن الحسين خطط لهذه الثورة، اختار التوقيت المناسب بهلاك معاوية، حشد التحشيد الإعلامي الواسع لثورته، واختار أصحابه بدقة وعناية، فكانت عوامل مساعدة على نجاح ثورة الحسين سلام الله عليه. لذلك لما خرج الحسين من مكة، ليش يطلع الحسين من مكة؟ لأن هنا وصل إلى نقطة الصفر، حاول يتوسع كل الحرية المطروحة أمام الحسين الموجودة، حاول أن يتحرك بها، إلى أن وصل إلى مسمعه نبأ أن عمرو بن سعيد بن العاص أعد خطة لاغتياله في الحج. هنا خلاص تضيقت حرية الحسين، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة.
يقول الشاعر: وسرى من حرم المختار بالآل الكرام، مستجيرا بحمى الجبار في البيت الحرام، فأسروا قتله بغيا ولو عند المقام أو بجنب الركن، لم يخشوا إله الحرم. وإذا بالحسين في اليوم الثامن يوم التروية يخرج على الناس في مكة وقد لبس المخيط، تفاجأت الناس جاية تحج بحج الحسين، وإذا به يلبس المخيط أحل من إحرامه، وقد استند إلى ظهر الكعبة، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخيرني مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراش الجوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذع الرسول الله لحمته، فهي مجموعة له في حظيرة القدوس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا ومن كان بادلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معي فإني راحل مصبح إن شاء الله. يقول ابن عباس: خرجت كف من داخل الكعبة صافحت الحسين، وسمع صوت جبرائيل بين السماء والأرض: هلموا إلى بيعة الله. فضج الناس بالبكاء والعويل، وحسينا جاء محمد إلى الحسين: أخي حسين، ما هي إلا أيام قلائل وينتهي الحج، ابقى في مكة، الحاج جاي يحج بحجك يا أبا عبد الله. قال له: سوف ننظر فيما تقول يا محمد. وفي منتصف الليل قام محمد لصلاة الليل يسبغ الوضوء، وإذا بالجارية تصب الماء وهي تبكي ودموعها على خديها. قال لها محمد: هل أصبت بمكروه؟ قالت: لا، ولكن سيدي الحسين قد عزم على الخروج في مثل هذه الليلة. قام محمد وهو عليل بأبي وأمي يعرض له غلمانه يمينا وشمالا، حتى وصل ومسك بزمام ناقة الحسين، وكان الحسين قد أمر بتهيئة الهوادج والضعائن وأمر بالمسير. قال له: أخي حسين، ألم تعبني النظر فيما قلت؟ قال: بلى يا محمد، ولكن هومت عيني هذه الليلة، فرأيت جدي رسول الله وقال لي: اخرج يا أبا عبد الله، شاء الله أن يراك قتيلا مخضبا بدمائك، وشاء الله أن يرى بناتي سبايا على أقتاب المطايا. صرخ محمد ونادى: واخا، لا وين قاصد يا عظيم بهالضعينة، اصبر علي ارجع بلياك المدينة، وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة، اسكن المدينة من بعدكم صاير مجي. قال: أنا أدري قلبك من الوجد مجروح،
لكن براجي بنت اخوك وخفف النور والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد شان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة وشان انذبحنا لازم ترد اليتامة وبيني وبينك حمرة الدنيا يا خويا من البواجي كل متري لهف على عضيده وجذب ونه وتحسار شباب نحره وللثرى خر وتعفار قال له يا خويا اش هالحكي قلبي تفطر سليت روحي من جسدها بهالمواعي في امان الله في دعوه الله يا ابا عبد الله واراد الحسين ان يمشي بالقافله واذا بعبد الله بن جعفر قد ذهب واخذ كتابا بالامان من عمرو بن سعيد وجاء به الى الحسين يا ابا عبد الله هذا كتاب بالامان من عمرو بن سعيد ابق يا ابا عبد الله في مكه الحاج اتاني يحج بحجك يقف لوقوفك يطوف بطوافك يا حسين تطلع في مثل هذا اليوم يا ابا عبد الله قال يا ابن العم لا بد لي من الخروج وقد رايت جدي رسول الله في عالم الرؤيا ولقد حدثني بحديث لا احدث به احدا حتى ألقى الله عز وجل يوم القيامة قال إذن في أمان الله يا أبا عبد الله لكن وين راح تحج في مثل هذا العام حجك وين يا أبا عبد الله قال له وين حجك والمناسك وين هديك والنعام وين زمزم والصفا وين المشاعر تطلع وتترك الكعبة ما تقليش العذر راد يتكلم أبو سكينة وهلت دمعته قال أنا غصب علي من أرض مكة طلعتي لومني والخبر عندك يا ابن عم بحالتي العدوان ذبحي وذبح دومي وعزوتي ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمته يعرفوني من قبل ما طيح للفاجر يزيد ولا احط بالذل راسي ولا اقر مثل العبيد لو يظل ضعني مكة مشان ما عيد العيد رد يا ابن عمي وخلي الدهر يفعل رادته انا حجي
ولكن أتأذن لي أن أسلم على زوجتي زينب؟ قال لك ذلك يا ابن العم. وإذا بعبد الله بن جعفر جاء إلى هودج زينب نادى: السلام عليك يا ابنة أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابنة فاطمة الزهراء، اقلا في أمان الله في دعة الله يا زينب، يا الوديعة وداعت الله سافر بخدمة حسين، سفركم والله شعب قلبي ايش بيدي على العين. الله يرحم العطية، عايفة وطانة وحجة وطالع بقومة وهلة، نشدت وقال لي أنا حجي بوادي، وانت يا بنت البتول مخدرة ومدللة على السراب البار وركوب الجمل ما تقدري. أنا لو بي استطاع كان فزت بنصرته، وفدي بروحي يا زينب دون أخوك ومهجته، وياها نتمنيت أجاهد وانذبح مثل أخوته، لكن أولادي ثلاثة وللصبط منهم اثنين، هادي أولادي يخديهم يخدمونك في المسير، لو نزلتي ولو صعدتي بالفيا فعل البعير، ولو وصلتوا كربلا وشفتوا الصبط ما له نصير، بذلي أولادي ضحايا دون بن طه الأمير. ورفع صوته بالعويل وصاح ودموعه تصوب: سامحيني يا الوديعة وانشعب منا القلوب. قالت: مسامح يا ابن عمي، ترى فراقك صعوب صعوب صعوب، لكن مفارق الروح أول من مفارق حسين، ما اقدر على فراق اخي وين ما حطوا مزال، راضي بقطع الفيافي ويا وركوب الجمال، واطلب من الله السلامة ويجتمع بين الشمال، هالمعزة بعد اخويا حسين تحصل لي منين. وقد انجلى عن مكة وهو النهار، وبه تشرفت الحقيقة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك وندعوك ونسلم عليك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وأهل بيته السادة المجبى، تقبل هذا القليل بكرمك وعلى الكثير برحمتك، ومن على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، سيما المرضى المنظورين بثوب الصحة والعافية يا كريم. اللهم اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، وعلى الخصوص حوائج الحاضرين والمؤسسين فردا فردا. اللهم نفس عن المهمومين وعن المكروبين، واقض دين المديونين، وفرج عن الأسرى وعن المعتقلين، ورد الغرباء إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان، وعلى الخصوص إلى أرواح الشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الحسين ومن مضوا من أهل هذا الجمع، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبق الصلوات.